الأم وبنفضل نقول الأم وأمك ثم أمك ثم أمك، ودور أغاني وننزل نجيب هدايا وإحنا كلنا ما بنعرفش قيمة الأم. حتى اللي بيسأل على أمه أو بيروح لها أو مش هقول كلنا عشان في ناس بتبر بوالديها، بس اللي سائد دلوقتي مع المخدرات والبرشام ومرات الابن والمشاكل كتير اللي بتحصل، ما بقاش حد عارف قيمة الأم قوي. بس النهاردة هيستوقفنا حاجة غريبة جدا، أنا جاية على قصة لسه نازلة من العربية بقول أنا مش مصدقها، يا ست ما بتقولش الحقيقة؟ فقولي لا الست ما بتقولش الحقيقة ازاي، ده في شهود. هل ممكن واحد يرمي أمه من الشباك وتمسك في حبل الغسيل وبعدين ينزل وراها بكازلك الشارع وأخين مش أخ يطلع لها كده؟ ست عندها 65 سنة ممكن يكون فعلا حصل فيها كده؟ ليه؟ السلام عليكم. ده بجد مش هزار. بجد زيك كويس؟ جلوسه بس اللي حصل حسب الله ونعم الوكيل، ضحيت على اولادي بعمري، ضحيت على اولادي بعمري. خساره اي ام تقعد يوم على اولادها، خساره اي ام تقعد يوم على اولادها. بصي يا حبيبتي، بصي يا حبيبتي، بصي السند، انا بصلي في الاوضه جوه، وضربوني بالسنجه وقتلوني. هما اتنين؟ ليه عملوا كده؟ معرفش، معرفش، ضيعت عمري عليهم، عمري عليهم، ده وشقايا وفلوسي كله، والناس هيمشوني من الشقة، مش عارفة أروح فين. مشوكي من الشقة عشان إيه؟ عشان هما مش عايزين مشاكل، عشان هما مش عايزين مشاكل. في إيه اللي عمل في عينيكي كده؟ في عينيا كانت مقفولة. إيه عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ ده أنا مضروبة بالسنجة هنا. ايوه ماشي، وعينيكي بقى عمل؟ طلعي الرجاله عشان انا بصلي وبقرا قران واوريكي جسمي كله بالسنجه. لا ما خلاص هينفع بقى الكاميرا خلاص. ايوه هما ضربوكي بالسنجه على دماغك، ايه اللي عمل في عينيكي كده؟ اللكاكين جيبوا بوكس؟ وهنا وهنا ولادي منهم لله. ليه؟ معرفش. اشرحي لي كده، انت بتصلي جوه؟ لا هنا في الاوضه اللي جوه انا وطيه بصلي كده، مش مديه اخوانا ولا مديه حاجه خالص، امان اولادي اللي قاعدين معايا اتريهم بيشربوا في الاوضه اللي جوه هنا. وراحوا مخدرات؟ يعلم ربنا. بيشربوا ايه قصدك؟ معرفش، هما بيشربوا حاجات في الكوبايات كده هنا، وانا قاعده وانا جوه في اوضتي حط لهم العشاء بايدي، بايدي بعمل لهم اللوم، وشقيانه عليهم وتعبت عليهم، ضيعت عمري عليهم وصحتي عليهم وفلوسي عليهم، والاخر بقيت عاجزه كده، بيطلعوا يخدموني وياكلوني، والناس عايزين يمشوني من الشقه. ليه وبعدين دخلوا عليكي عملوا ايه؟ احنا قاعده في كمان. ايوه ليه بس دخلوا عليكي عملوا ايه؟ ضربوني على ظهري، عايزه اوريكي ظهري. بس هم دي ايه دي؟ اشربوا ايه؟ ضربوا كيف ده؟ في كرباج الحديد ده؟ يعني انت بتصلي فدخلوا عليكي بده؟ والسنجة على دماغي وانا مدية. بيقولوا لك ايه بقى؟ عايزين فلوس، عايزين فلوس ولكاكين. انا ذهلت. فلوس لايه يا ابني؟ ما انا عامله لك فراخ وعامله لك اكل وعامله لك كل حاجه يا ابني، بربي ولادهم وبربيهم وباكل نسمه. ما عندهم عيال كمان؟ اه
ولزقوني باللز هنا بقي، هنا كان في لز اهو فوق التلاجة واللز. مش عارفة اتنفس ولا اطلع نفس. خدوا فلوس ولا ايه؟ خدوا 2000 جنيه وخدوا الفيزات اللي انا باكل بيها، اللي بتاع اللي انا بقبض بيها اسمه ايه ده؟ عيش. وقلبوا الاوضه جوه شوفي ترى ممكن مش الشباك بيقول. الاسبوعين اللي فاتوا قاعدين عايزين 500 جنيه، وانا ساكنه هنا وقانون جديد. طب انا دفعت الايجار اجيب لكم منين؟ ها شالوني وربطوني وعطوني هنا. واحد يا عيني طلع كسر عليا الباب وخدت من على الحبال. ربطوكي؟ ربطوكي في ايه؟ بالحبال. ربطوني ايه يعني؟ في ايه؟ ربطوني بالحبال، رموني على الحبال التانية اللي هنا دي على المنشر عشان يرموني. اي منشر؟ الحبال المقطعة هاي رموها، مسكت في الحبال، الحبال اتقطعت هاي. شايفين ربط الحبال ازاي؟ ولا يسيبها ما تقعدش يوم حبيبتي، ما تقعدش يوم على الصبيان. وايه السكاكين دي؟ خططوني بيه. شايف المية المغلية اهي. ايه مية مغلية دي؟ غلو مية؟ مية مغلية على رجلي. جريت نمت على السرير، هربت منه وقفلت الباب. وريني السرير. طيب دمي. ده ضربوكي بايه بقى؟ السكاكين دي والكربة سنجة. لو سمحتي اطلع اوريها ظهري، اوريها. انا هشوفه. حاضر. كلها دم، ما كتموا بقي دمي. هو بعد كده قفلوا عليا الدنيا، صوت واحدة وبنت حلال في الشارع عرفهاش، وديت المستشفى. ده دم، ده كله دم. ده شايفين الدم؟ كل ده دم. بص ده دم وده دم، وهنا على الأرض. وضربوكي بالسنجة؟ بس الرجالة واقفة ولا بس. لا خلاص مش. أنا هوريكي ظهري يا حبيبتي. ها؟ وده إزاز كانوا بيخبطوني بدماغي. الإزاز. كل ده عشان تديهم فلوس؟ وخدوا اللي أنا باكل بيه، اللي أنا بقبض بيه، معاش أبويا ومعاش أمي. اللي أنا باكل بيه، اللي أنا بضربهم دول. الجيران اللي جابوا لي علاجي، والجيران بيطلعوا يأكلوني ويشربوني، دخلوني الحمام يقعدوني. طب تسمح اوريها ظهري بس؟ خلاص يا حبيبي. انا مصدقاكي. عشان ظهري مخيط وعشان عيب بس. مطلقني من 25 سنة. قعدت عليهم واشتغلت واتبهدلت. ولوست وجوت على 3 صبيان، والاخر ادوني جزائي. خنقوني بالبلاستر وضربوني وغرقوني وكووني، بس جزائي عند الله، جزائي عند الله، جزائي عند الله. يرضي ربنا ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا امي يا ناس، انا امي، انا امي ما تعملش فيا كده ابدا. انا حرمت نفسي من اللبس الحلو عشان البسهم واكلهم وعلمهم، بلغي يعملوا فيا كده. الجيران اللي بتطلع تجيب لي اللقمه والله يا حبيبتي، ويجيب لي علاج ويجيب لي حاجتي. امي ماتت وابويا مات. طب انت عايزه ايه يا حاجه؟ محتاجه ايه دلوقتي؟ شقه اقعد فيها. ليه اهل البيت يعملوا معاكي كده؟ عشان دي شقه قانون جديد،
وانا همشي، عقدي خلص، عايزه اوضه انام فيها. ما يجددولك؟ مش عايزيني. ايه؟ يرموني في الشارع، مش عايزيني. هم مزاجهم مش عايزيني. فين صاحب البيت ده؟ انت هتطردها؟ انت اللي هتطردها؟ طب ما تجدد لها، ما تجدد لها. لا ما احنا نسجنهم خلاص. طب ولو سجناهم؟ لو سجناهم طلعونا منين؟ بعد سنين يعني؟ ربنا يديها طول العمر. انا مش هقدر استحمل انا عشان ابوظ الدنيا مع عيالي وابهدل العيال عشان عيال مسجلين. هم مسجلين؟ طبعا. هم مسجلين يا حاج؟ عملوا ايه قبل كده؟ كانوا بيتخانقوا في الشارع زمان. كانوا بيتخانقوا الاول زمان في الشارع بس، لكن ولا بيسرقوا ولا بيعملوا حاجه وحشه، بس في خناقه بس. هم ما عرفش عملوا فيا انا كده ازاي، يعني حكوني بالنار وكهربوني ولزقوني، انا ما عملتش فيهم حاجه وحشه. الضابط مسك واحد والتاني هربان. اتمسكوا؟ اه هم اتمسكوا. هم واحد اتمسك بس. اه هو التاني مش هاجروا يجي خلاص. طبعا ما ينفعش تقعد عندي اصلا. ليه؟ حرام عليك. مش حرام عليا وحرام على وعيالي. مالهم عيالك؟ ابعد العيال انا وعيال مسجله. لا ما هو واحد سجن. مش هينفع القانون الجديد خلص يعني. تمام ما نجدد لها. ده خلص ما ينفعش اجدد. صاحبه الشقه عايزها، مش بتاعتي، بتاعت اختي. هي عارفه هي مش مأجره مني. حرام الست كبيره اصلا، هتمشي في الشارع؟ هتمشي في الشارع؟ لها شقة أنا ما أقدرش. لا هتدفع، ندفع لها. مش موضوع تدفع، لا مش موضوع تدفع. موضوع إيه؟ أنا عايز أعيش في أمان أنا وعيالي وبناتي وبيتي. أيوة مش إحنا بنقول إن واحد سجن واحد هربان، مش معقول هيجي خلاص، خصوصا بعد ما نطلع في برنامج. أدور عليها برضه. مش هيجي بقى تاني خلاص. مش هينفع عندي، وعدها خلص ما ينفعش. أنا مش بتجن عليها أصلا. بس حرام يعني اعتبرها زي مراتك امك. كان واحد زي ده ممكن كان يضيع في المشكله بتاعتها. هو انت متخيل يعني ان انت لما ترميها في الشارع ربنا هيبارك لك يحفظ لك على عيالك؟ شغل واحد احرسها بقى. لا مش قصدي، هو اللي بيحفظ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. تفتكر لما انت ترمي ست كبيره في الشارع ربنا يحفظ لك ولادك يعني؟ مش برميها انا، مش برميها. اجرت عندي سنه او سنتين وخلص العقد، هي ما تنفعش معايا تاني. لو عندي ترميها في الشارع، لو اي حد مش هيستحمل. انا بخاف على نفسي وعلى ما هم مشوا خلاص. ما ينفعش، ما مشوش. دي ام، دي ام ابنها مش هيطلع منها مهما تقول، مش هيطلع منها. مش هيطلع منها ازاي؟ لو جت قدام ايدك كان هيموت. نعم هيطلع منها فين؟ القاضي هتقول له لا خلاص انا اتنزلت. شيخ اذا كان طالع قدام الناس كلها بتقول، اذا كان طالع قدام الناس كلها بتقول ازاي؟ ما هي بتقول لك واحد اتحبس ما قالتش طلعوه مثلا، ما قالتش طلعوه ولادي مثلا. انا اللي قلت للظابط فاضل عايز يتقدم، انا ما عرفتش اربيه، انا ما عرفتش اربيه، انت ربهولي. انا اروح فين قولي لي؟ طيب اروح فين؟ امشي اروح فين؟ نوديكي حتى ما تخافيش. انا فين واقعد فين يا ناس؟ اموت؟ طيب موتوني، موتوني على اي تربه حتى. ما تخافيش. ذنبي ايه في ده كله؟ انا ذنبي ايه قولي لي؟ ذنبي ايه؟ ولادي بايظين، انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ عايز من الله ونعم الوكيل. انا اتبهدلت قوي يا حبيبتي، اتبهدلت قوي، اتبهدلت. ما ينفعش. ماشي يا حاجه هنشوف لك مكان. طب استنى علينا اسبوع كده نشوف لها مكان. ها؟ جيبوا لها مكان فين؟ طب ما تخلي. لا طب هتحطوها في الشارع. طب انتوا بتقولوا عيالها في خالته ام هشام عايزه تاخدها تديها شقه، وفي شريف العسال برضه عايز يديها شقه، كذا حد عايز يديها شقه. واحنا مش معنى انتوا اللي هترموها في الشارع. صلي على النبي، صلي على النبي. العيال بصراحه اه بس استقبل عم فرح بصراحه محترم وغلبان ماشي، وعياله برضه محترمين وغلبان. تواصل لك القصه دي مش عايزه حد غلبان. احنا لما جينا بعد ما الولد عمل فيها كده مشي من الشارع قدام الناس كلها. ليه الناس برضو مش هيقدر يجي تاني بعد ما هنطلع في البرنامج؟ لا دلوقتي خلاص خلاص بقى مش هينفع.
قصوا شعرك؟ بص يا حبيبتي صوب ايه ده؟ صوب ايه؟ معاش بس جسمي كله كده من جوه كده حبيبتي. قصوا المقص ده؟ ليه؟ قصوا شعرك ليه؟ 500 جنيه؟ في أم؟ ودي علامات يوم القيامة فعلا. في أم بتضحي بعمرها وتعمل كده في أولادها؟ مش ممكن. بتقوليليش إن في دلوقتي أبداً عيل بيحب أمه أبداً. ضحيت بعمري وقعدت عليهم ما اتجوزتش. أمي وأبويا ماتوا وسابوني ليسا. أقول يا مين؟ بقول يا رب. ويا رب. ماليش إلا ربنا بس. خلاص ولادي ماتوا. ولادي ماتوا. قلت عليهم. وأنتوا تبع اسم إيه؟ الزاوية الحمراء. قلت عليهم. معيشاهم زي ما انت شايفه كده باكلهم وشربهم وهملياهم وضيعهم. هما متجوزين وبتاكليهم وشربيهم؟ بيشتغلوش. ساكنين فين؟ قالوا بيشتغلوش. واحد كان واخد عندي اسم الزاويه وبعدين جه يتنقل هنا ويقول لي معيش فلوس اديله، اكل ابني اديله، اكل مراتي اديله، والاخر عملوا فيا كده. هل ده جزائي؟ هل ده جزائي؟ بس جزائي عند الله. انا بقول يا رب خلصت ذنب وحق. كسحوني مش عارفه اروح العمان، مش عارفه اكل، مش عارفه اشرب. عيال ايه اللي بالشكل دي؟ عيال ايه اللي بتضيع علينا عمرهم؟ دي عشان ياخدوا الفلوس فقلبوا الدنيا. بص يا راجل كسروا الازاز، ازاز في كل حته كسروه. ادي المخدرات. مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا جدا. النهارده الحقيقه المفروض ان انا بعد التقرير ده ما قابلكوش بالابتسامه دي، بس انتوا وحشتوني، فعشان كده انا يعني عندي مشاعر مختلطه بين ان انا مبسوطه ان انا قابلتكم وزعلانه جدا اكيد من التقرير اللي اتذاع ده. يعني زمان كنا بنتكلم على ان لازم بر الوالدين، وان لازم ان الواحد ما يبقاش عاق يعني. وقلت قبل كده ناس كتير قوي بتتخانق مع امهاتها واباتها. يعني انا شخصيا لما بتخانق مع مامتي ضميري بيأنبني جدا، وممكن نزعق وممكن وبيبقى غلط طبعا، وممكن نتخانق وممكن نزعل من بعض جدا، وممكن نقول كلام مش لطيف جدا. طبيعي، هو غلط بس طبيعي. ولكن ان يوصل الحال ان بدي باللبكاس، تجيبوا لنا بس صوره الست لو سمحتوا، باللبكاس للست في عينيها والكرباج الحديد اللي انتوا شفتوه ده، وكزلك ودمها هيبقى على السرير في كل حته عشان الفلوس. بص الجنزير ده بيتضرب بيه الام اللي شالت ابنها
في بطنها 9 شهور وكبرته وعلمته وسهرت عليه حاجة يعني مزرية. هتقولوا لي انت ليه بتجيب لنا القبح ده؟ لازم افتح الموضوع ده ولازم اتكلم عليه باستفاضة جدا 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 جدا. اولا لو انا يعني انا شخصيا لما بروح ببقى عايز اتفرج على حاجة تضحكني، فبفتح يا اما القنوات اللي هي بتجيب افلام ابيض واسود، او اتفرج على مسرحية للفنان محمد صبحي او الفنان فرندس. بس عمري ما تلاقيني بتابع برنامج، والله بجد وحياة ربنا خالص، ولا حتى اتفرج على زمايلي عاملين ايه ولا كده، مع كل التقدير والاحترام ليهم، بس ببقى مضغوطة عايز اتفرج على حاجة تضحكني وخلاص. وفي الاونة الاخيرة في زملاء كتير لينا خدوا الطريق المريح ده، اللي هو اقعد في استوديو واجيب مغني او ممثل او حد حقق واخد ميدالية، او اقعد اضحك معاه واهزر ونحكي حكايات وخلاص. وعلى فكرة بعد ما وقعت في مشاكل كتير جدا 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 كنت سهل جدا اني اسلك نفس هذا الطريق السهل، سهل ليا على نفسيتي وعلى حياتي، وسهل ليكم، لان ما حدش هيجي يعاتبني ان انا جبت ممثل هزرت معاه، ولا جبت بوسي رقصت وغنت معايا، ولا جبت الليسي عمل، ولا جبت اوكا وارتيجا، ولا جبت ممثل مشهور ومراته. مش هيبقى في مشاكل. في ناس حولت من سياسة ومن اجتماع ومن مشاكل ومشاكل البلد والناس انها تقعد تعمل لقاءات فنية واجتماعية لطيفة ولايت، وده راحتهم. وانا ممكن اعمل نفس الحكاية. احنا انا اللقاء هتقولي مش ما انت عارفة ان انت مش هتاخدي نفس المشاهدة ليه؟ لا، الناس دي واخدة مشاهدة جامدة جدا وعندها جمهور جامد جدا وناجحة جدا. واخر مرة انا استضفت الفنانة ريم البارودي، الفيديو على اليوتيوب عاملة 2,800,000. ولكن هو اختيار صعب الحقيقة. هل انا اختار راحتي واكل عيشي ومستقبلي بان انا اقعد اهزر واضحك واقدم الحاجات اللايت اللي محدش يختلف عليها، ولا ابقى عندي طبعا الحاجات دي مهمة، ان يبقى في برامج مسلية وترفيهية وكده، ده جزء ما ينفعش نتنازل عنه، وكل التقدير والاحترام للناس اللي بتقدم هذا الجزء او النوع من البرامج. كان بقول لكم انا كان ممكن اعمل كده، وكان هيبقى اسهل لي كتير واسلم لي كتير من كل يوم نيابه وقضايا ومشاكل وبوستات على الفيسبوك ووقف وحاجات كده. ولكن الحقيقه هي رساله من الاول، ورساله لن اتخلى عنها، وهي رساله الخير. رساله الخير بقى بان احنا نعالج ناس، بان احنا نرمم مدارس، بان احنا نجهز مستشفيات، بان احنا نوعي الناس. وأحط تحت نوعي الناس دي 600,000 خط. هتوعي الناس، في ناس مدارسهم في الإعلام إن هم يجيبوا 5-6 ضيوف، خبير اجتماعي وخبير اقتصادي وخبير نفسي وناس بتفهم في مش عارفة إيه، ويقعدوا يعملوا قاعدة ويقولوا موضوع الحلقة النهاردة مثلا اللي توقفنا عشانه ده الخيانة الزوجية. لماذا ظهرت الخيانة الزوجية في المجتمع؟ ايه العناصر اللي بتخلينا نقدر نحد من هذه الظاهرة؟ ونقعد نتكلم 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 ونرغي نرغي 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 ونقفل الحلقة. في ناس بتعمل كده في التوك شوز، وفي ناس بتعمل كده كل يوم،
بس انا اتعلمت، وكان عندي دكاتره محترمين جدا في الجامعه علموني ان ساعات الرغي ده ما بيجيبش نتيجه، لازم عشان اتعلم او لازم عشان اقنع اللي قدامي جدا او عشان لازم اعمل حمله توعيه بجد لازم اجيب حاجه من الواقع، وهو ما يسمى بتلفزيون الواقع.